بالي غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب خدع أمريكا. تغريدة بايدن تأتي بعيد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه رسميا للانتخابات عام 2024 من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. يقول ترامب: أعلن ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في مؤشر الأداء المناخي، المغرب يتفوق باحتلال الرتبة الرابعة من بين 6 دولة. والبقية معك زهرة أيتها. على سلم مؤشر الأداء المناخي اعتلت المملكة الدرجة تلو الأخرى لترتقي إلى الرتبة الرابعة من بين 60 دولة، وخولها ذلك أيضا الرتبة الأولى إفريقيا وعربيا. على هذا السلم الذي يعد أداة مستقلة للرصد والذي وضعته 3 منظمات غير حكومية، رتبت الدول بحسب 14 مؤشرا وفقا لأربع فئات هي الطاقات المتجددة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الطاقة والسياسة المناخية. وقد جاءت الدنمارك أولا ثم السويد ثانية فالشيلي ثالثا. وخول المغرب الرتبة الرابعة حصوله على أعلى النقاط في مجال السياسة المناخية الدولية، خاصة فيما تعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة بفضل التزامه القوي بمخرجات اتفاق باريس الذي أصبح ساري المفروض قبيل قمة مراكش للمناخ COP22. كما يحسب للمملكة مشاركتها الفعالة في التحالفات العالمية حول المناخ ومبادراتها الجهوية التي أطلقت بتوجيهات ملكية. وكل ذلك جعل من مساهمة المغرب إحدى أكثر المساهمات طموحا على الصعيد الدولي ومن بين